عفوا منك، حضرتك عم تدوري على شي معين؟ عم دور على فستان ناعم وحلو. رح فرجيكي كم موديل، تفضلي لو سمحتي. اختي ليكي هي الجزمة قديشة حلوة، شو رأيك؟ حلوة كتير. بناتي الحلوين بشو ملتيين كل هالوقت؟ عم نشوف شو في عنا تياب شتوية. وأنا أمي كتير محتارة. الأسود أحلى. طيب رح ألبس على ذوقك هالمرة. ليش أنت شو عندك اليوم؟ أنا في عندي درس أمي. أنا لسه ما بلشت جامعة وأختي عم تدرس ماجستير. أوف، إمتى بدي صير قدها؟ بس دقيقة، أنت عندك امتحانات هذا الأسبوع. هاتي هالمجلة من إيدك. لك أمي، بالأول لدروس وبعدين منشوف الموضة وهالقصص. هذا الفستان حلو كتير. أرجيني. قديشو شيك، هالموديل بحبه. بس هذا الموديل بيسمن شوي أمي. بصراحة أنا جسمي حلو، بس للأسف ما حدا عم ينتبه. لا تضحكي أنت وياها. تمام. كأني زايدة شوي. إيه، يعني في 4 5 كيلو زيادة برياح. 4 5 أنا بقول في شي 8 زيادة. إيه لا بقى، مو ناقص غير تقولي 50. حبيبتي نحن بنحبك كيف ما كنتي. حاجة بقى أنت وياها، رح تبكوني هلا بعد البنتين الحلوين، أكيد ما رح يكون قياس خصري 36. مجانين. شو رأيك بالموديلات يلي شفتيها؟ حلوة، بس هذا الفستان أكتر شي عجبني ومانو معجق. تقريباً 160. السعر هو اللي مكتوب على البطاقة ولا عليه تنزيلات مدام؟ لا يا خانم، هدول نيو كولكشن. فهمت عليك، حابة أشوف كم محل. طيب شبكي؟ كلهم غاليين كتير. إذا ما معك مصاري بعطيكي. لا عمو خليل، مستحيل اقبل. خلينا نمشي. بالمدينة كل شيء رح تلاقيه غالي، بتضل الضيعة أرخص. معك مصاري بتعيشي أو بتموتي من جوع. بس على هالحالة أنا ما فيني ضل قاعدة هيك بلا شغل، يعني بعد ما نخلص من هالقصة كيف بدي عيش؟ أختي نزلي وين بدها تروح؟ يا عمو أمي بالحبس، إذا منرجع على هتاي محمود رح يرجع يضايقنا مثل العادة. وإذا قررنا أنه نضل هون باسطنبول صعب كتير، طبيعي يفكر بالشغل وما رح أسمح لحدا يصرف علي بنوب. بس يا بنتي عمران بيك مستحيل يقبل. يلا